موجز اخباري من قناه نودي نيوز اهلا بكم اكدت رئيسه مصلحه العلاج بالاشعه بمركز معالجه السرطان بولايه عنابه الدكتوره ليا نعونه لوكاله الانباء الجزائريه على هامش طبعه ثانيه للمعرض الدولي تحت اسم المستشفى الذي تختتم فعاليته اليوم السبت انه تم تركيب تجهيزات جديده بمصلحه العلاج بمستشفى عنابه وهي الان تنتظر موافقه الخبره لتنطلق في علاج المرضى في غضون هذا الشهر واوضحت ان هذه المصلحه تحتوي على ثلاثه تجهيزات للعلاج بالاشعه بقدره استيعاب 50 مريضا يوميا ويمكن التكفل بين ألف وألف وخمسمائة مريض سنويا كما تتوفر المصلحة على ثلاثين سريرا استشفائيا وتساهم مصلحة عنابة بحسب المتحدثة في التكفل بمرضى الولايات الشرقية للوطن وكذا في تخفيف الضغط على مركزي بتنا والصيفة حيث يتكفل كل واحد منهما ب 28 ولاية من مختلف مناطق الوطن قضت محكمة مصرية اليوم السبت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وثلاثة عشر آخرين في قضية عنف كما أمرت بمعاقبة عدد آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد منهم خيرة شاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة وبث تلفزيون الرسمي المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة وعرفت القضية إعلاميا بغرفة عمليات رابعة نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في العاصمة القاهرة ففرقته قوة الأمن في أوت 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وثمانية من قوة الأمن قال الجيش التركي اليوم السبت انه ارسل قوات وطائرات استطلاع الى اقليم أجراب شرق البلاد بعد اصابه اربعه جنود في اشتباك مع مقاتلين اكراد الليله الماضيه وذكر الجيش في بيان على موقعه الالكتروني ان الاشتباك بين القوات المسلحه التركيه واعضاء في حزب العمال الكردستانيه ما زال مستمره وقال بيان للجيش ان مسلحين فتحوا النار على وحدات الجيش التركيه التي ردت على الفور باطلاق النار ولم ترد ان كان قد سقط قتلى من الجانب الكردي توجه اليوم السبت اكثر من 68 مليون مواطن نيجيري الى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام وممثلي مجلس الولايات في اقتراع تأمل المعارضة الفوز به بعد أسبوعين من انتصارها التاريخي في الانتخابات الرئاسية وتقدم 760 مترشحا في المجموع لمناصب حكام ونواب حكام الولايات بينما يتنفس 5290 مرشحا على مقاعد المجالس البلدية كما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة وأكدت اللجنة الانتخابية من جديد أنها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية التي تم اختبارها هذه السنة للمرة الأولى لمنع عملية التزوير على الرغم من المشاكل التقنية التي سجلت في الانتخابات الرئاسية. وقد أعلنت وزارة الداخلية النيجيرية إغلاق الحدود البرية لنيجيريا من منتصف ليل الأربعاء حتى منتصف نهار الأحد لضمان أمن العملية الانتخابية. نهاية الموجز إلى اللقاء.